كهدية عيد ميلاد أعطى زياد ابنة أخته بطاقة بنكية إلكترونية والتي تظهر المبلغ الكلي للنقود الموجودة في البنك إضافة إلى المجموع الكلي للقطع النقدية المعدنية، وبعد إيداع بعض من القروش والأرباع فقط، إذا لدينا فقط قروش وأرباع، وكانت قراءة مبلغ الإيداع للنقود تساوي 2 دولار، أما للنقود المعدنية هي 16. كم عدد قطع القروش والأرباع التي تم إيداعها من قبل زياد؟ دعونا نعرف بعض المتغيرات هنا. دعونا نجعل N هي عدد القروش number of nickels وتساوي 5% من الدولار، ودعونا نجعل Q أن تكون عدد الأرباع number of quarters وتساوي 25% من الدولار. إذن كم يساوي المجموع الكلي للنقود المعدنية؟ ستكون مجموع قطع القروش والأرباع، إذن لدينا N زائد Q، وهو يخبرنا أن مجموعهما يساوي 16. إذن إذا قمنا بجمع عدد القروش والأرباع سيكون مجموعهما 16، إذن حصلنا على معادلة هنا. ومن ثم ما هو المجموع الكلي للنقود؟ حسنا، من خلال عدد القروش التي لدينا يمكننا أن نضرب هذا ب 5%، وهذا يخبرنا بالعدد الكلي للقروش. إذا 5% N زائد العدد الكلي من الأرباع، وهذا يساوي 25% من الأرباع. 25% كيو، فهنا قيمة القروش بالنسبة للدولار هي 5% دولار، أما نسبة الربع من الدولار هي 25% من الدولار، أي أن الدولار الواحد يوجد فيه 4 أرباع. الآن ما هو المجموع الكلي من النقود الذي لدينا؟ والبطاقة البنكية تخبرنا أن هذا يساوي 2 دولار. هذا يساوي 2 دولار. إذن أصبح لدينا معادلتين بمجهولين، ويمكننا أن نجد Q و N. إذن لنقوم بهذا باستخدام التعويض، والشيء الأسهل الذي يمكننا فعله هنا، دعونا نجد قيمة Q الموجودة هنا، فإذا كانت N زائد Q يساوي 16، يمكننا أن نطرح N من كلا الطرفين، من طرفي هذه المعادلة. N زائد Q يساوي 16، فإذا طرحنا N من كلا الطرفين نحصل على Q يساوي 16 ناقص N. وما فعلته هو أنني أعدت كتابة هذه المعادلة هكذا. إذن وبما أن هذه المعادلة الأولى تخبرنا أن Q عدد الأرباع يجب أن يساوي 16 ناقص عدد القروش، في المعادلة الثانية وأينما نرى Q، في أي مكان نرى فيه Q أي عدد الأرباع، نستبدله ب 16 ناقص N. لذا دعونا نقوم بذلك. إذا المعادلة الثانية وعندما نقوم بالتعويض تصبح 5% N زائد 25%، وبدلا من Q نكتب 16 ناقص N. 16 ناقص N، هذا ما تخبرنا به المعادلة الأولى، أن Q يجب أن تساوي 16 ناقص N، وهذا كله يساوي 2 دولار. ونقوم بحل هذا النظام بالتعويض. دعونا نرى كيف يمكن لنا أن نبسط هذا. 5% N زائد، دعونا نقوم بتوزيع 25%، 25% ضرب 16 هنا تساوي، هذا نفسه 25 ضرب 16 ويساوي 4، ومن ثم 25% ضرب ناقص N يساوي ناقص 25% N، وهذا كله يساوي 2 دولار.
دعونا نبحث عن فراغ هنا، دعوني أنزل إلى الأسفل قليلا. لدينا 5% أن، وناقص 25% أن، إذا لدينا 5% ناقص 25%. دعوني أقوم بدمج هاتين العبارتين. إذا لدينا 5% أن، وطرحت منها 25% أن، هذا سيعطيني ناقص 20% أن. إذا قمت بدمج هاتين العبارتين وحصلت على 20% أن. وطبعا هذا زائد 4 يساوي 2 دولار. إذا يمكننا أن نعزل أن على الطرف الأيسر بطرح 4 من كلا الطرفين. دعونا نطرح 4 من كلا الطرفين. إذا يبقى لدينا في الجهة اليسرى فاصلة 20% أن، أو ناقص فاصلة 20% أن يساوي 2 ناقص 4 ويساوي -2. إذا يساوي -2، ومن ثم يمكننا أن نقسم كلا الطرفين على -20%. نقسم كلا الطرفين على -20%، أو يمكنني أن أكتبها بهذا الشكل، 2 بالعشرة هي نفس الشيء، لا أريد أن أتعمق في عدد الخانات. إذا -2 على -2 على -2 بالعشرة، وهذان يتم حذفهما، ويبقى لدينا أن تساوي، والإشارة السالبة تحذف 2، تقسيم 2 بالعشرة يجب أن تساوي 10. إذا أن تساوي 10، ونحن نعلم أن كيو تساوي 16 ناقص أن من المعادلة الأولى. إذا كيو تساوي 16 ناقص أن هي 10، والتي تساوي 6. إذا المبلغ الذي تم إيداعه من قبل زياد هو 10 قروش. إذا لقد وضع 10 قروش، علي أن أكتب ذلك بلون مختلف. إذا وضع 10 قروش و6 أرباع في البنك، ويمكننا أن نتحقق من ذلك. إذا واضح أن العدد الكلي لقطع النقود المعدنية يساوي 16، 10 قروش و6 أرباع، وهذا يساوي 16. ويمكننا أيضا أن نتحقق من مبلغ المال، 10 قروش تساوي 50 سنت، 10 ضرب 5 سنت، إذا ستكون 50%، و6 أرباع تساوي 51% دولار، أو 1.5 دولار. إذا المبلغ الكلي من المال هو 50% زائد 1.50% دولار، والذي يساوي 2 دولار. إذا لقد نجح هذا.